وللحديث أكثر عن الموضوع تنضم إلينا من العاصمة الليبية طرابلس الدكتورة نادية عمران، عضو هيئة صياغة مشروع الدستور. أهلا بك سيدتي. أهلا بك. إذن لا يمكن، أول سؤال سيكون حول المباشرة فتح بشاغة مشاورات تشكيل حكومة جديدة موازية لحكومة الدبيبة، ما يعنيه ذلك دستوريا؟ هو اختيار الحكومة تم عن طريق مجلس النواب، المفترض أن تم بإجراءات صحيحة. يبدو أن التمرير الذي مر للحكومة عن طريق مجلس النواب لم تراعى فيه الاشتراطات القانونية المتعلقة بالنصاب وبالإجراءات. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن هناك فعليا وواقعيا هناك حكومة أخرى وهي حكومة الوحدة الوطنية التي خرجت أو انبثقت من توافقات داخل ملتقى الحوار الوطني الذي شكلته بعثة الأمم المتحدة ومنحتها الثقة أو منحها الثقة مجلس النواب. المفترض أن هذه الحكومة تم إقالتها أو تم سحب الثقة منها باشتراطات قانونية هي أيضا لم تتم. الآن بعد ما ساهم مجلس النواب في عرقلة الوصول إلى انتخابات في 24 ديسمبر 2021 يسعى مجلس النواب الآن بطريقة الالتفاف بطريقة أخرى إلى الإخراج أو اعتماد حكومة أخرى دون الالتفات إلى المواضيع المهمة، لأن حكومة انتقالية وراء حكومة انتقالية، هذه الحكومة لو تمت حكومة السيد فتحي بشاغة ستكون هي الحكومة الانتقالية السابعة، وهذا شيء غير ممكن أو غير معقول. كان من المفترض على مجلس النواب أن يهتم بإنجاز الاستحقاقات الوطنية المتعلقة باعتماد قاعدة دستورية وإصدار القوانين الانتخابية المتعلقة عليها والذهاب بليبيا نحو مرحلة دائمة والخروج من مرحلة المراحل الانتقالية. لكن الآن ما حدث هو وجود حكومتين، حكومة من مجلس النواب وحكومة أخرى موجودة ترفض التسليم إلا لسلطة منتخبة. وفي ظل ذلك فقط دكتورة، إلى الصراعات والتجذبات السياسية. إذن هناك حكومتين متوازيتين، حكومة البشاغة وحكومة الدبيبة. كان أشار دبيبة أنه أعلن اليوم عن تشكيل فريق تحضير للانتخابات، هل يخول له الدستور ذلك في ظل ما ذكرته وجود حكومتين، حكومة دبيبة وحكومة البشاغة؟ أم هو إصدار القوانين الانتخابية ليس من مهمة مجلس الوزراء، يعني لنكن واقعيين، إصدار القوانين الانتخابية هي من مهام السلطة التشريعية، لكن لابد أن يكون هناك قاعدة دستورية تستند عليها هذه السلطة التشريعية في إصدار القوانين الانتخابية. لكن القوانين الانتخابية لا تنبت من الأرض، لابد لأن الأسس الحاكمة للدولة تكون في قاعدة دستورية، ثم تأتي السلطة التشريعية وتخرج منها أو تستند عليها في إصدار القوانين التشريعية، الانتخابات التشريعية والرئاسية. ما قام به مجلس النواب سابقا مغالطة، حيث خط بين القاعدة الدستورية والقانونية ولم يهتم بالمسار الدستوري، وما يقوم به الآن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يأتي في نفس السياق، لأنه لا توجد قاعدة دستورية سيتم الاستناد عليها في هذه القوانين الانتخابية، وما دام ذلك فلا يعدو كونه من المناكفة السياسية ونوع من الشعبوية ودغدغة مشاعر الدين، لكنها في آخر المطاف لن تفضي إلى أي نتيجة. إذن دكتورة، في رأيك أنت ما هي الحلول الدستورية الكفيلة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والتي تشهد انبثاق حكومة جديدة قد تعرقل مسار؟ نعم، تكمن الحلول الأساسية تكمن أولا في الكف عن هذا العبث الذي يقوم به مجلس النواب والدولة وابتداء حكومات ومناكفات سياسية جديدة والذهاب نحو طرح مشروع الدستور على الاستفتاء اعتمادا من الشعب الليبي، ثم اصدار القوانين الانتخابيه المتعلقه بالانتخابات التشريعيه والرئاسيه واجراء الانتخابات. دون ذلك لن يستقر الوضع في ليبيا باي حال. من العاصمه الليبيه طرابلس الدكتوره ناديه عمران، عضو هيئه صياغه مشروع الدستور، نشكرك جزيل الشكر.